طلبتنا الكرام، نقدم لكم اليوم فيديو توضيحي حول كيفية طلب الإيواء لبرجمون. نبدأ أولا بالدخول إلى موقع بروغريس، ثم نقوم بملء رقم التسجيل والرمز السري الواردين في كشف نقاط البكالوريا، ثم ننقر على سو كونيكتي لتظهر لنا هذه الشاشة. نختار خانة ليبرجمون، ثم نقوم بالضغط على دوموندي ليبرجمون. نقوم بإدخال العنوان الشخصي، ثم نتبعه بلا ولاية لدغة إلى كومون. بعد ذلك نقوم باختيار ثلاثة إقامات حسب الأولوية، ثم نقوم بتأكيد الطلب بالنقر على Enregistrer et demander l'hébergement. يمكن لطلبتنا الأعزاء معرفة حالة الطلب بالنقر على État de demande d'hébergement. بالتوفيق للجميع.